المديرية العامة للأمن الوطني توظف بعنوان سنة المالية 2020 منطقة مصالح بالولايات الجنوبية 10 المستحدثة، طبيب عام للصحة العمومية 10 مناصب، نفساني عيادة للصحة العمومية 10 مناصب، طبيب بيطري 10 مناصب، عامل مهني من المستوى الأول. يعني كاين بلدات أو ولايات أخرى 109 منصب في كل الولايات والبلدية الجزائرية، عامل مهني مستوى الثاني 44 منصب، عامل مهني مستوى الثالث 68 منصب، عامل مهني مستوى الثاني 44 منصب، عامل مهني مستوى الأول 109 منصب، عون خدمة مستوى الثاني 62 منصب، عامل مهني مستوى الثالث 68 منصب، عامل مهني مستوى الرابع 10 مناصب، عون خدمة مستوى الأول 62 منصب. هذه فيما يخص السائقين 10 مناصب في وزن الثقيل 20 منصب. فيما يخص ملف التكوين طلب خطي المشاركة نسخة من بطاقة التعريف، نسخة من وثائق التجارة الخدمة الوطنية، شهادة الميلاد رقم 7، شهادة طبية طب العام طب الأمة، شهادة إلين انتقضاء، 6 صور شمسية، شهادة العمل تثبت الأقدمية، كشف النقاط، كل وثيقة المسار الدراسي، كل وثيقة تثبت متابعة المطرش ليكون تكون مكمل، كل وثيقة تثبت الأشغال ودراسة المجال القديم في الناس تخصه، وتودع الملف ترشح لدى المصالح المحلية للشرطة والمصالح الولائية للموارد البلدية.